تأثر الجميع بالحرب، حيث دوهم كل ركن في العالم. قادتنا الروح البشرية للقتال في أماكن لا أحد كان يجرؤ على الذهاب إليها من قبل. وجدنا طريقنا أكان في جبال الألب أو في السماء التي فوقها. قالوا إن هذه الحرب قد تنهي كل الحروب، إلا أنني أتساءل عما إذا كان سيكون هناك حد لطموح الإنسان وإرادتنا للتخلص منه. هل أنت بخير؟ نحن جاهزون لتقطيع الكعك. واو، تبدو مذهلة. نعم، لقد كانت فترة مذهلة. تبدو وسيمة للغاية في ذلك الزي. هذا ليس أنا، هذا ماتيو. أوه صحيح، آسفة يا أبي، خذ ما تحتاجه من الوقت. لا لا بأس يا حبيبتي، حان الوقت لأخبرك ما حدث له. كان ذلك أثناء آخر معركة لنا معا بعد عيد ميلادنا 21 بأيام قليلة. تم أمر كتيبة أخي بالاستيلاء على حصن في عمق منطقة سيطرة العدو. لم أكن سأذهب معه، لقد كنت عضوا في وحدة قوات خاصة لديها مهمة أخرى. مهمتنا كانت أن ندعم كتيبة ماتيو. كنا وحدة تدعو للفخر، غير مجرى الحرب لإيطاليا. الأرديتي. على بيتاريا أصدق يا كباتي أماتي كوزي بينما كان ماتيو يحاول التقدم أسفل الجبل، كان علي تولي أمر أي شيء يستهدف وحدته. إن مجرد سماعي لهذه القصة يجعلني أقلق عليك. لا تقلقي، فلقد كنت مرتدياً درع كامل. وعلاوة على ذلك، فإن قوات الصدمة، نخبة القوات الإيطالية، كانوا متطوعين، معتزين بأنفسهم. كان بإمكاننا أن نقوم بأي شيء في سبيل إيطاليا. لقد كان هناك كنيسة تقبع في وسط الطريق، وقامت قوة العدو بتحصينها، فوجب علي مواجهتهم أولاً لأتمكن من التخطي. Thank you.
بعد الجنود قاذفي اللهب سوى بعض جنود المشاة، وبعد ذلك ستقع الكنيسة في تدمير. Dobbiamo conquistare la chiesa!
كانت المدفعية تقصف وحدتنا ووحدة ماتيو، لذا وجب علي تدميرها. كان لا يزال متوجها نحو القصر. صحيح، كان لابد من تأمين وصوله. كان ماتيو والكتيبة الهجومية الإيطالية بالكامل في خطر طالما بقيت تلك المدفعية، لذا كان يجب علي تدميرها. Andiamo! Addosso a quei bastardi! Li distruggiamo quel pezzo da figlie! Vedete!
amici! Stiamogli addosso! لقد كان الشيء الوحيد الذي يضمن أن رجالي بأمان هو تفجير المدفع ذاته. كان هذا التفجير واحداً من أفضل مشاهد الحرب بالنسبة لي. لم يكن هناك وقت للراحة. تمكنت من رؤية مدفع مضاد للطائرات على قمة الجبل يسقط طائراتنا. كان هدفي التالي.
coraggio! Attenzione a dove mettiamo occhi i piedi! Avanti! Quel cannone aereo! Sta battendo! Ho uno nel mirino! Avanti! 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 È un soldato! جنود من القوات النمساوية المجرية كانوا يستخدمون هذا المدفع، لذا فقد كان لزاما علي التخلص منه. قضيت على آخر رجل، لكني سمعت بعدها ضوضاء لن أنساها أبدا. كانوا يستهدفون وحدة ماكيو بالأسفل، لذا فعلت ما يمكنني فعله. كنت أنا وحدي في مواجهة سرب كامل من قاذفات القنابل التابعة للعدو، وكان علي أن أسقطهم جميعا. لم يكن لدينا تعزيزات، وإذا ما قتل هؤلاء الرجال فإن تقدمنا سيتوقف، وبذلك أكون قد فقدت ماتيو. بعد إسقاط مجموعة قليلة منهم بدأوا في استهدافي، ولكن وجب علي الدفاع عن ماكيو، وجب علي الثبات في موقعه.
داخل الدير؟ بالطبع بالطبع، لا شيء استطاع اختراقه، ولكن انحرفت الطائرة بعيدا. وعندما نهضت ظننت أنني مت وذهبت إلى الجحيم. لقد نسفوا الجبل، دفنونا ودفنوا أنفسهم. أوه يا إلهي، ماتيو. كان علي أن أجده، لذا فقد نزلت إلى ذلك الجحيم. كان ذلك خياري الوحيد. وجب علي إيجاد ماتيو. كان من الممكن أن يكون بأي مكان. بدأت بأول شيء اخترق ذهني. كان هناك حلفاء محاصرون داخل بيوت خشبية، وجب علي إنقاذهم. سمعهم قبل رؤيتهم عربات مصفحة
القادمة من حصن العدو. ولكن لم يعد لديك معداتك. كانت هناك صناديق ممتلئة بأسلحة العدو في البيوت الخشبية، لذا فقد بحثنا عنها وأعددنا أنفسنا. وبقوة الإرادة دمرنا قوتهم النارية. أصبحت البيوت الخشبية آمنة، وكان علي التحرك للأمام. أنت لم تخبرني بعد، هل كان ماتيو موجوداً في تلك البيوت؟ لا، لقد قال الرجال أن وحدته تقدمت أكثر للأمام. التي رأيتها يا حبيبتي هي أنه كان لزاماً علي أقمع نفسي لأني لم أرى. مثل ماذا؟ نيران، نيران في كل مكان. Yeah.
كان هناك طريقان إلى الحصن، فلقد كان بإمكاني إما الذهاب من خلال الأنفاق الأرضية أو عن طريق الدوران حول المؤخرة. ولم ليس من خلال الواجهة الأمامية؟ لم يعد لدي درعي، لذا فقط كان ذلك مستحيلاً. كان هناك طريقان إلى الحصن، فلقد كان بإمكاني إما الذهاب من خلال الأنفاق الأرضية أو عن طريق الدوران حول المؤخرة. ولم ليس من خلال الواجهة الأمامية؟ لم يعد لدي درعي، لذا فقط كان ذلك مستحيلاً.
لم أعلم كيف، إلا إنني كنت متأكداً أن ماتيو لم يكن هناك. ما زلت أفكر بتلك الساحة كل يوم. بالكاد توقفت عن البحث وبدأت أستسلم لأمل أن يكون ماتيو قد هرب، ولكن لا لا. لم يكبر أبدا، وها أنا ذا لازلت حيا. من يتخذ قرارات مثل تلك؟ عيد ميلاد سعيد ماتيو.